السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اصحابي؟ انا معاذ. النهارده هنزرع الشبت والبقدونس. احب اشكر عالم النباتات على الهديه الجميله دي، نبات الشفريله والبذور دي اللي هي الكرفس وبذور عباد الشمس وشطه زينه وشبت وبقدونس. واحنا النهارده هنزرع الشبت والبقدونس. احنا هنزرع بقى الشبت والبقدونس دلوقتي في الاسيس ده، بس نصيحه مني لازم يكون 25 سنتي عشان النبات يطلع كويس. انا بقى بستخدم تربه خاصه، تربه بابا عاملها مكونه من 3 اشياء، من تربه قاع النار والكمبوست والهيومك. يلا نبدا. هنزرع هنا الشبت وهنزرع هنا البقدونس. نفتح ليه كده نتعاري. احنا بقى دلوقتي هنحط هنا البقدونس، اهي دي كمية البقدونس اللي احنا هنحطها. احنا ما ينفعش نسيب البذور دي كده، لازم نحط طبقه رقيقه قوي من التربه كده. دلوقتي هقول لكم ازاي نروي البذور دي. لو انت عندك ده اروي عادي باي شكل كان، لكن لو ما عندكش ده وعندك ازازه ما تفتحش الازازه وكب كده، لا تحط بالراحه عشان كده هتجرف البذور مش هتبقى في مكانها. تفتح الازازه سنه بسيطه وترويها. يلا دلوقتي بقى نروي البذور دي بالرشاش ده. واحنا هنسيبها كده لمدة اسبوع، ولما تنبت لكم عندي مفاجأة هتاكلوا صوابعكم وراها. واخيرا بعد اسبوعين نبت شبت البقدونس، نبته. بصوا معايا ولازم نرويها يوم يوم يعني، وبرده مش ريه غزير. وفي دلوقتي مشكله ممكن تضايقكم وتزعلكم جدا، هي الطيور وحلها السلك كده تحطه أو. هانت هي مسهل. على فكرة هنا بابا اللي بيقطع مش أنا.